المرشحان المتنافسان لرئاسة النمسا أوقفا حملاتهما السبت استعدادا للاستحقاق الانتخابي المنتظر للأحد والذي تترقبه أوروبا بحذر. فالأول ألكسندر فاندر بيلن زعيم سابق لحزب الخضر وقد قدم نفسه كمرشح مستقل، ومنافسه نوربرت هوفر زعيم حزب حرية النمسا FPÖ اليميني المتطرف. أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا توماس ماير يقول إنه لا يوجد تغيير وإنما شعور بالركود، شعور ليس بالضرورة صحيحا لكنه سائد، والناس محبطون ويبحثون عن بديل. إنها العملية الثالثة لهذه الانتخابات الرئاسية النمساوية، فالدورة الثانية التي جرت في أيار مايو وجاءت نتيجتها لصالح فاندر بيلن أبطلت بسبب أخطاء إجرائية.